يعد ارتفاع الكلف التشغيلية من أبرز التحديات التي تواجه المزارعين الذين يعانون تحت وطأة عدم القدرة على تأمين المبالغ الكافية لأعمال الحراثة وتغطية أنماط الزراعة الأخرى التي تحتاج لآلات زراعية. حول هذا الموضوع نرحب بالسيد عدنان خدام رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن. أهلا بك سيد عدنان. يعني إلى أي مدى وإلى أين وصل حال المزارع في الأردن؟ بداية نصبح عليك ونصبح على أبناء الوطن من خلال شاشة الرؤية الحبيبة. نعم. صحيح يعني هو موضوع قديم جديد، لكن هذه الارتفاعات التي حصلت بعد جائحة كورونا، حيث أن الارتفاعات وصلت من 400 إلى 600 من بعض الأسمدة ككلف أستاذ محمد. نعم. اليوم وكان آخرها اللي هو ارتفاع الطاقة، ارتفاع المحروقات خصوصا مادة الديزل، كان لها المساهمة الرئيسية برفع الكلف على المزارعين على مستوى المملكة. اليوم نتحدث عن وادي الأردن، الآن الأسعار دون المعدلات في هذا الوقت إلى أن وصلت إلى أقل من الكلفة. نعم. لذلك يعني أسعار الخضروات الآن أقل والفواكه أقل من الكلف التي هذا نتحدث فيه قبل أيام. اليوم إذا نحكي أستاذ محمد من خلال سؤالك حتى يفهم ويعرف المشاهد ماذا نتحدث عن الكلف، اليوم احنا نحكي بمجمل بالصندوق. اليوم فقط هو جرى ارتفاع بس طفيف على مادة الخيار، علما انه الخيار كان الكيلو يتجاوز 7 قروش، اليوم نحكي عن 20 قرش بالاسواق. فإذا نحكي بالمجمل بالصندوق فما في صندوق، اعلى صندوق خضار يصل الى دينارين، فاحنا اليوم نحكي نقول دينارين. طب كلفة هذا الصندوق لو يعني تكلمنا عن مادة الخيار مثلا او البندورة، كلفة صندوق البندورة كم تقريبا؟ نعم، لا نحكي مع مجمل الاصناف. اليوم اذا نحكي يعني على معدل الكلفة من كافة الخضار من ربع دينار الى 35 قرش 37 قرش الكيلو ام الصندوق؟ نعم الكيلو. كيلو نعم، كلفته 35 قرش تقريبا. نعم نعم، فاليوم انت تتحدث لما نبيعه يعني كيلو بندورة 4 قروش 6 قروش، فباقي هذه حتى نصل الى 35 قرش ولا 30 قرش هذه اصبحت عجز واصبحت خسائر على سيد عدنان. فقط للايضاح، كيلو البندورة 7 قروش يباع الان في السوق؟ نعم نعم، 7 قروش 8 قروش نعم باحسن حاله. أين يباع 7 قروش يعني في السوق المركزي أو يباع نعم. للسوق المركزي بسبع قروش؟ نعم نعم نعم. طيب على المواطن كم يباع تقريبا؟ يعني أنا تصوراتي هلا تختلف المناطق يعني بالسوق المركزي. نعم. أعطيني نعم. السوق المركزي في عمان كم تقريبا السعر؟ اليوم إذا نحكي لم يتجاوز كيلو بندورة 10 قروش. 10 قروش في السوق المركزي للمواطن؟ نعم. بأحسن أصناف يعني لن يتجاوز 10 قروش. نعم نعم التاجر. نعم، إذا نحكي إحنا أستاذ محمد من 8 كيلو ل 12 كيلو كل صندوق، من 8 كيلو ل 12 كيلو. نعم اليوم نعم. حتى نفصل أكثر، لما نقول 8 كيلو المعدل العام 10 كيلو، من 8 ل 12 لا نعتبر أن المعدل 10. فعندك صندوق البندورة ينباع 80 90 دينار متفاوت. فإذا نعم نحكي نعم. عن صندوق الخيار، صندوق الخيار اليوم في 12 ل 14 كيلو، خلينا ناخذ 12 كيلو، لما نحكي 12 كيلو فطالع عندنا كيلو خيار ب 20 الى ربع دينار. نعم نعم، اشكرك السيد عدنان خدام رئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.